للحب حالة خاصة، وخاصة إذا كانت موجهة للأشخاص الصحيحين، للأشخاص يلي بيحتاجوا هذا الحب، للأشخاص يلي بيبادلون هذا الحب. ببعض الأوقات بتكون حلقة ناقصة بحياتنا، ببعض الأوقات فاطمة هاي الحلقة ما بتكمل للأسف، يمكن لأسباب كثيرة تماماً تتعلق بهذا الجانب. يمكن ما بنعرف نحب، يمكن الحب ما بيكون بوقته الصحيح، يمكن بيجي الحب بس الشخص غلط. ليك بتذكرتني بغنية إنه أحياناً بيجي بس بيكون الوقت غلط. ولكن بكل الأحوال أنا الشيء اللي بيزعلني هو مفهوم المجتمع العام عن الحب، دائما نربطه ونخصصه فقط ما بين الأنثى والذكر، ولكن إجمالا اليوم مفهوم الحب نحن ممكن نكون عم نحب عائلتنا، عم نحب أصدقائنا، عم نقدم هاي المشاعر الحلوة لكتير ناس حوالينا عن جد بتستاهلها وبتردلنا إياها بالطريقة الصح، لأنه مثل ما هن بحاجتها نحن بحاجة أنه نلمس رجع الصدى للحب يلي عم نقدمه للناس. اليوم رح نحكي قديش هاي المشاعر بتسهم ببناء علاقات اجتماعية سليمة، وتفاصيل أكثر رح تكون مع أريج الرز اختصاصية اجتماعية ونورتنا وصارت معنا لليوم ضمن الاستديو. يا اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكم، سعد اوقاتكم وعيدكم سعيد هيك للكل يا رب، ينعاد على الجميع بالخير. اليوم يعني هذا العيد او هي المناسبه يلي تواجدت نوعا ما هيك بتذكرنا انه نحن بحاجه للحب. ليه نحتاج حب بدايه على الصعيد الاجتماعي والنفسي؟ هلا نحن خلينا نفسرها من كذا ناحيه. اول شيء خلينا نحكي من الناحيه العصبيه، نحن ليش بنحتاج للحب؟ نحن اذا بدنا نفسرها من الناحيه العصبيه والفيزيولوجيه اكثر، فنحن في عنا بالدماغ جهازين، جهاز الحاجه وجهاز الاعجاب. تمام. جهاز الحاجه بيتفعل عن طريق الدوبامين اللي هو هرمون، كي بالعاميه كثير بنسمعه، هو هرمون السعاده. فبيتفعل جهاز الحاجه لما بيفرز الدماغ هرمون الدوبامين، بينما جهاز الإعجاب يتفاعل عن طريق أفيونات معينة بيفرزها كمان الدماغ. هي عبارة عن عمليات كيماوية. إيمت بتصير هاي العملية؟ لما الشخص بيوقع بحالة الحب بتفعلوا هدول الجهازين، فبيشعر الشخص من خلال هاي الهرمونات اللي عم تتفعل بالسعادة، فبالتالي هاي عصبيا هي حاجته للحب. الحب بيخلق شعور من السعادة، بنشعر فيه، بنرتاح، بنطمن، كل هاي المشاعر بتكون مرافقة للحب، فالشخص بحاجة عصبيا لأنه يكون محبوب وإنه يكون عم بيحب بحياته وينحب. من الناحية النفسية، فمثل ما بنعرف الحب هو وسيلة واستراتيجية كتير هامة لنلبي احتياجاتنا نحن كأشخاص وكبشر، عندنا احتياجات معينة، فالحب بيساهم بتلبية العديد من الاحتياجات، أهم الحاجة للأمن والأمان. لما بتكون أنتوا مع عائلة بتحبكم وبتحبوها، لما بتكون مع شريك تشعر تجاهه بالحب والأمان، مع محيط أو أصدقاء بحسسوك بالأمان والانتماء، فبالتالي أنت عم بتلبي هاي الحاجات. كمان أحيانا هدول الأشخاص نفسهم وهذا المحيط الداعم اللي بيحبنا أو بيقدم لنا هاي المشاعر هو بيخلينا بيزيد من ثقتنا بحالنا، من تقديرنا لذاتنا، فبيلبي لنا هاي الحاجة. فبالتالي نفسيا نحن بحاجة الحب لأنه بيعمل على تلبية احتياجاتنا، بالتالي بنشعر بمشاعر إيجابية أكثر. تمام. طيب كون ذكرتي يعني بديتي الحديث بالحب ما بين الذكر والأنثى أو ما بين الشريكين، خلينا نضل ضمن هذا الإطار. اليوم موضوع الاحتياجات يلي نوهتي لها بحديثك، إنه خلينا إذا بدنا نحكي عن هرم ماسلو قديه بيفرق موضوع الاحتياجات، ممكن يكون في أشخاص الاحتياج للأمن والأمان عندهم أكثر من غيرهم، يعني هن الهرم عندهم بيعطي مساحة كتير واسعة لموضوع الحب والحاجة له أكثر من غيرهم مثلا؟ أكيد أكيد. هذا الشيء بيرجع لنشأة الطفولة. غالبا الشخص احتياجاته بتنشأ عن طريق طفولته هو. صحيح. كيف النشأة اللي كان فيها. في أشخاص ممكن كانت طفولتهم مهزوزة، لما كبروا هن بعدهم هاي الحاجة كتير ضعيفة عندهم، فهن دايما بحاجة ليلبوها. أحيانا بيصير هذا الشخص بيطلب الحب بطريقة مبالغ فيها، بيصير شخص اعتمادي أو اتكالي. تمام. بالتالي بيتعب الطرف الثاني اللي معه، نحن إذا عم نحكي مثل ما قلت كشريكين، فبيتعب الطرف الثاني اللي معه، بيصير بحاجة أكثر. كمان خلال نشأة الطفولة ممكن هذا الشخص تعود يلبي احتياجاته بطريقة الطفل مثلا بيبكي بيصرخ بيعيط وبيتلبى احتياجه، فبالتالي هو عم بيلبي بطريقة عدوانية. فلما يكبر رح يصير بده شريكه يلبيه بطريقة عدوانية وبيطلب وبيعبر عن مشاعره بشكل عدواني. فهذا الشيء كله هو مرتبط بنشأة الطفولة والطريقة اللي نما فيها الطفل، فبيصير بيعبر وبيصير بيطلب الحب بهاي الطريقة. تماما. يعني ما غلطنا لما ربطنا الموضوعين ببعض، الشركاء والعائلة وهال 100% كلها مترابطة مع بعض. صحيح. هي نسيج واحد بينشأ من الطفولة وبيمتد معنا لنكبر. تماما. اليوم إذا بدنا نحكي عن الأنواع بشكل عام، إذا بدنا نحكي اليوم وقت نحكي عن الحب
يظهر لنا الحبيب، يظهر لنا الشريك، يظهر لنا الخطيب وإلى ما هنالك. اليوم في أنواع، في أن أوجه هذا الحب لأحد أفراد العائلة، لصديقة، لصديق، إلى ما هنالك. لنناقش أكثر بالأنواع، خلينا شوي نحكي عن من شو أصلاً بيتكون الحب. نحن شو تكون الحب حتى في له هاي الأنواع. أول شيء الحب عندنا هو مشاعر، سلوكيات وأفكار. هنا ثلاثتهم مع بعض، أنا بحاجة فكرة معينة أو شعور معين ينشأ عندي هاي القصص كلياتها، بس أنا بأهم نقطة بكون بحاجتها هي سلوك يعبر عن هذا الشيء اللي أنا عم فكر فيه أو أنا عم حس فيه. هاي السلوكيات تعبر عن الرعاية والاهتمام الدائمين بالشخص، فبالتالي عم تنشأ عنده هاي الحالة. إذا بدنا نحكي أكثر بأنواعه، إذا نتطرق أكثر للأنواع، فنحن بنجي لنحكي بتعريف هو لأحد علماء النفس عرفوه، بيقول لك إنه الحب هو ضمان والتزام كل طرف بنمو الطرف الآخر. وهذا من أعظم التعريفات. صحيح. أنا بصراحة شخصيا بشوفها. صح. لما أنت بتكون عم تضمن هذا الشخص اللي أنت بتحبه ينمو معك، وأكثر شيء بنشوفه بالحب العائلي لما الأهل بيقرروا يعبروا عن حبهم لأطفالهم عن طريق نموهم صحيا وجسديا واجتماعيا ونفسيا ومن كل جوانب الحياة. نفس الشيء لما الشخص بيكون مع شريك، فأول شيء في عنا الحب العائلي اللي قلت لكم عنه هلأ، اللي بيكون ضمن البيئة الأسرية. الحب العاطفي اللي بيكون بين شريكين، لما كمان الشريكين بيكونوا حاطين ببالهم أنه نحن بنضمن التزام وضمان نمو بعضنا البعض، يعني ما شخص يتملك الثاني. صحيح. ما شخص يحط حدود للطرف الثاني، يحد من إمكانياته، عم يضمن نموه معه. فبالتالي نحن هون عم نحكي عن الحب العاطفي السوي. بنجي كمان للحب المحيط أو الأصدقاء، هو كتير مهم هذا الحب اللي بيكون بين الأصدقاء. الدعم والتسامح والعلاقات السوية الإيجابية، المساحة الآمنة لما بيوفروها الأصدقاء بين بعض، فهذا الشيء عم يعطي مشاعر إيجابية. وفي نوع من أنواع الحب اللي هو الحب العابر أو المؤقت، أو فينا نقول عنه حب الإعجاب، اللي هو بيكون ما نو دائم، هو بيكون عبارة عن مشاعر معينة مر فيها الشخص وقطعت. وآخر نوع من أنواع الحب هو ما نو لأشخاص، إنما بيكون موجه لأشياء. يعني كثير احيانا بنحب الطبيعه، بنحب الاكل مثلا، المصاري، بنحب المصاري. فهو نوع من انواع الحب موجه اتجاه اشياء وليس اتجاه افراد فقط. تماما. يعني اريج كون عم نحكي عن موضوع، ذكرتي انه الحب يتعلق بموضوع السعاده والصحه النفسيه اجمالا، وكلياتنا بنعرف قد ايه الصحه الجسديه مرتبطه ارتباط وثيق وعالي جدا بالصحه النفسيه. على قدر ما نحن بنكون مرتاحين نفسيا، على قدر ما نحن بتكون صحتنا جسديا يعني مستقرة نوعا ما. اليوم ليش بيقولوا لأنه لك وجهه منور هو حابب أو ورادة صحته معناه عش، بيقولوا له عشقان تماما. لك أنا مجرد الحديث عن الحب قاعدة عم بضحك، حتى رح يصير حديث السوشيال ميديا أنه المذيعة التي تدخل نوبة ضحك السيرية أنه ليه هي عن جد بس تحكي عن الحب وتحكي عن المشاعر الإيجابية. في شيء بينعكس عن المشاعر النفسية عندك وبيأثر بالتالي على صحتنا الجسدية إجمالا. هلأ في قاعدة بالعامية أو هيك عبارة إحنا كثير بنسمعها، أنه الحب جاي من القلب او انا بحبك من قلبي او مصدر الحب القلب. هلا هي بالنهايه هي اقوال عامه وليست علميه مثبته. بنرجع لبدايه حديثنا لما قلنا مركز الحب هو الدماغ، فالدماغ خلال العمليات الكيميائيه اللي عم بتصير فيه وعم بتصير بخلال النواقل العصبيه، لما عم يتلقى هذا الامر او انه انا هذا الشخص شفته او هي الاكله شميت ريحتها او هذا الشيء انا بحبه عم بعمله، لما بيتلقى هذا الامر فبالتالي بتفرز هاي الهرمونات الدوبامين او هي الافيونات اللي بتفعل الاجهزه العصبيه، فبالتالي بيشعر الشخص بهاي المشاعر كلياتها، بتفيض عنده سواء الحب او الانتماء او الراحة، الهدوء، الطمأنينة، بتفيض عنده هاي المشاعر، فمنلاقيه يعني عم بيعبر عنها بهاي الطريقة. صحيح. جسديا بلاقي جسده عم يعمل ردة الفعل، لأنه بالنهاية الحب هو عبارة عن يعني واحدة من نظريات علم النفس بتقلنا أنه الحب هي عبارة عن رد فعل جسدي ونفسي تجاه حدث معين أو تجاه أمر معين الشخص عم بيمر فيه أو تجاه شخص. فرد الفعل ممكن يظهر مثل ما قلتي عن طريق حركات الوجه، عن طريق الحالة النفسية اللي بيكون فيها، سلوكياته اللي هو بيمارسها، المزاج أوقات بيتعدل طبعا أكيد، مزاجه متعدل، الجو العام الجو العام تماما. بس هذا أريج اليوم إذا بدنا نحكي عن موضوع، إذا بدنا نقول تعلم الحب، ذكرنا أنه ممكن يكون المحيط بمرحلة الطفولة يلعب دور بهذا الجانب، لكن بعض الأوقات بنشوف أشخاص تبدلوا من أشخاص إذا بدنا نقول غير لطيفين، ما رح استخدم عبارات قاسية، لأشخاص بيعرفوا يحبوا. هذا الشيء قابل اليوم طبعاً. شخص بيتعلم يحب طبعا. هلا اول شيء نحن الحب هو جزء منه فطري، ولكن القسم الاكبر منه مثل ما ذكرت هو مكتسب ومتعلم. رح ناخذ هيك مثال صغير لنبسط الفكره. لما طفله عم تكبر بعيله، هاي العيله
بيستخدم اسلوب الضرب. لما عم بيضربوها عم بيقدموا له مبررات نبيله، انا ضربتك لمصلحتك، ضربتك من خوفي عليكي، ضربتك لانه انا بحبك. فهن عم يربطوا بين مفهوم الحب والضرب، وهي القاعده الاساسيه اللي الشخص عم ينشا عليها، فبالتالي عم تكبر وهي عم تربط بين الحب وبين سلوكيات سلوك الضرب مثلا. فلما رح تكون مع شريكه هي ما رح ترفض الضرب، لانه هي بالنسبه لها انه هو لمصلحتي عمل لي هيك، او انه في مبرر نبيل معين بخبراتها السابقه عم يبرر له السلوك اللي عم يعمله اليوم، ومنقيس عليها كثير من انماط الحب المشوهه اللي عم نتلقاها من العائله. فهي حجر الاساس. هلا اذا بدنا ننتقل، مثل ما قلت، هذا الشخص هو كبر بسلوكيات خلينا نقول مثل ما سميتها غير لطيفه وتطورت معه وبعدين تغير. بالمجمل نحن كاشخاص وكبشر نحن كائنات اجتماعيه ومرنه ومتغيره، هي كلياتها مسلمات بالطبيعه البشريه. فلما الشخص يلاقي بيئه امنه تحتضنه وتساعده يعبر عن مشاعره بحريه وجو ديمقراطي وبيئه محبه وداعمه، فرح يقدر يشجعه على انه يصير يتبدل، يصير ما يستخدم المشاعر السلبيه او مشاعر الحقد والانانيه، وانما هاي المشاعر تتبدل. وبالاضافه لخطوات عمليه ممكن هذا الشخص عم بيمارسه او بيئته عم بتساعده يمارسه، مثل العطاء، المحبه، الاهتمام. هاي كلها السلوكيات لما تكون متبادلة فبتحرض الشخص على أنه أصلاً يكون هيك، لأنه الحب يعني مثل ما بيقولوا بيعدي، فهاي العدوى بتنتقل من شخص لشخص. تماماً. طيب أريج، اليوم يعني بدي انتقل مع حضرتك لمحور ذكرناه ببداية الفقرة ويمكن هو كتير مهم. اليوم بنشوف الشخص اللي بيحب أو خليني أقول لك اللي هو حالياً بعلاقة حب سليمة بيقدم مشاعر سلام للحوالي، بيكون شخص مسالم، شخص لطيف، شخص ودود مع الناس اللي حواليه، على عكس الشخص يلي عم يعيش علاقة سامة سواء بالعائلة سواء مع الشريك، بتلاقيه هو عدائي، عصبي، عنده تصرفات غير مضبوطة نوعا ما. قديه الحب وقديه هي المشاعر تسهم في بناء علاقات اجتماعية سليمة ومضبوطة ضمن الإطار الاجتماعي الصحيح خلينا نقول. هلا في قاعده اساسيه بالمجتمعات دائما بيركزوا عليها، انه اي حاله غضب او اي حاله عدوان فينا نقول سائده بتكون هي نتيجه حاجات غير ملباه عند هذول الافراد. فبالتالي لما هاي الحاجه بتكون عندي وعندك وعند نسبه كبيره من المجتمع ما عم تتلبى احتياجاتنا، نحن رح نكون السمه السائده بالمجتمع هي العدوانيه، فبالتالي بنكون نحن عدوانيين بين بعض او عدوانيين مع بعض. بينما لما نحن كفرد انا مسؤول عن كعائله او كاصدقاء او كبيئه داعمه، مسؤول عن تلبيه احتياجاتك، انت عم بتساعديني تلبي احتياجاتي، فنحن عم نكون باطار هاي العلاقه التبادليه، بالتالي نحن حاجاتنا كلياتنا عم بتكون ملباه، عم يكون هذا الشيء عم يعكس علينا بمشاعر من الهدوء والامن والطمانينه، مثل ما قلتي مشاعر السلام، فنحن قادرين تكون متبادله ونمنحها لبعض. هذا يعني هاي العلاقه التبادليه او الدائريه هي فينا نرجع نقول هي نسيج عم بتساعدنا لحتى كلياتنا مع بعض نتطور وننمو. مثل ما قلنا اهم تعريف للحب هو النماء. صحيح. هو يعني هو القاعده الاساسيه له النماء، فلما نحن عم نقدر نقدم هاي المشاعر الايجابيه بين بعض نحن عم نساعد بعض ننمو. فلما بنكون على مستوى افراد وبننتقل على مستوى مجتمعات، بالتالي هذا الشيء رح يطور المجتمع ككل وليس فرد لحاله. تماما. اليوم التعبير عن الحب ببعض الاوقات بياخذ اشكال صحيحه، ببعض الاوقات بنفكر كيف رح نعبر وبالتالي الطريقه بتكون كثير مميزه، ولكن بالمقابل التعبير عن الحب عند بعض الاشخاص بيكون بشكل مغلوط بطريقه مستفزه، بعض بيعمل مشاكل من باب المحبه، بعض بيعمل مثل ما بيقولوا هيك انا مزاجيتي تعبانه اليوم بس لاني بحبك او لاني بحبك انا عم بعمل هي المشاكل. اليوم شو الطرق المغلوطه للتعبير عن الحب، او اليوم ليه نحن ما بنعبر بطريقه صحيحه عن الحب؟ مثل ما ذكرنا هي هاي الطرق، يعني نحن اليوم مرآه للشيء اللي مرينا فيه سابقا او كبرنا عليه، فنشأة الطفولة هي الحجر الأساس بكيف نحن عم نعبر اليوم. لما يكون الشخص عم يربى بعائلة مثلا النمط اللي فيها هو النمط المدلل جدا، كل شيء بده إياه، يعني ماما هي بتركض لعنده بتسأله شو باك أو شو بدك وبتأمن له احتياجاته، وهو ما بيعذب حاله حتى بيعبر هو شو بده، هي بتلبيه قبل ما يعبر. فهون الشخص بيكون اعتمادي، فلما رح يكبر ويكون مع شريك هو حيكون شخص كتير اعتمادي واتكالي، وبالتالي ممل، يمكن الشريك ما يقدر يتفهم هاي النقطة عنده فبتنشأ المشاكل بيناتهم. بالمقابل كمان كمثال ثاني ذكرناه هو الحالة العدوانية اللي بتكون عند الطفل، نفس الشيء الأهل لما بيلبوا الاحتياجات هاي عن طريق العدوانية، لما بيكون الشخص الطفل بيضلوا يبكي 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 يبكي، فبتجي الأم بتطعمي بدي سكته، عم يبكي بده الموبايل، خذ الموبايل، المهم اسكت. مع الوقت لما يعتاد هاي الطريقة لما يكبر مع شريكه رح يصير يتصرف بذات الأسلوب، رح يصير يعتمد هاي الأساليب العدوانية أو أساليب هيك الدراما بيصير، فبالتالي بتنشأ المشاكل بيناتهم. بينما لما يكون الطفل عم يربى بجو من الديمقراطية السائدة بين
عن افراد العيله، عم بيعبر عن رايه بحريه، عم بيشارك افكاره بحريه، رح يكبر يكون شخص توكيدي، هو قادر يحط علاقات واضحه لاي علاقه عم بيفوت فيها، ويحط يعني حدود، يرسم حدود لهي العلاقه، فبالتالي هاي العلاقه رح تزدهر وتنمو، حتكون واضحه من الاساس، اما انا بواحد اثنين ثلاثه قادر اتفق مع هذا الشريك، او انا هاي القصص ما أنا متوافرة بيناتنا، فنحن ما في بيناتنا علاقة، فبالتالي بتنتهي بسلام ورقي، يعني مثل ما فينا نقول بتنتهي بسلام. يمكن هي عبارة من سهل قوله، ولكن فعله وتنفيذه وتطبيقه هو صعب، وبالغالب على النساء أكثر من الرجال. ليش اليوم الأنثى هي الأكثر تعلقا بموضوع الحب والمشاعر والأكثر تأثرا؟ بتلاقيها تتأثر من أي شيء، سواء إذا هي كانت بتحب والدتها كثير، والدتها رفضت لها طلب أو زعلتها بكلمة، كثير بتفوت بحالة صعبة. إذا شريك حياتها زعلها بكلمة بتفوت بحالة صعبة. الأنثى هي الأكثر تأثراً وحساسية. ليك هي الأنثى معروفة إنه هي أكثر حساسية تجاه هي المواقف، يعني مجتمعياً هيك متعارف عليه، لهيك اليوم هاي نقطة كثير مهمة حضرتك ذكرتيها آخر شيء مجتمعياً. هلا النقطة اللي خلينا نقول تركيبة الأنثى الفيزيولوجية والجسدية والهرمونية هلا بيطلع خطأ شائع هي بتفرض إنها تكون بهيدا بهي الحالة بالمعظم، ولكن مجتمعياً نحن بنكبر على إنه الأنثى لازم تكون حساسة، يعني نحن بننمو من صغرنا إنه وطي صوتك، يعني تنشئة خاطئة، تنشئة خاطئة معظم الحالات بتكون، فبتخلي الانثى هي فعلا احيانا توصل لمرحله تكون دراميه اكثر، يا لهوي بتبطل تعبر بشكل واقعي عن احتياجاتها او تعبر عن مشاعرها او تعبر عن رغباتها بشكل واقعي، الا ما بتصير هيك دراميه اكثر، عن جد ما بتضل تبكي، بتضل حساس ادانك حساسه اكثر. انتوا حكيتم انا حكيت حساس ادانك شوي. فبالتالي يعني هو الموضوع مرتبط بالتنشئه الاجتماعيه اكثر والتنشئه الاسريه، فبنلاقي الاناث هن اخذين الغالب، يعني وهذا الشيء بنلاحظه بين المجتمعات، بين مثلا التنشئه هون او مجتمع بالدول الغربيه مثلا، ما بنلاقي الانثى بهي الدرجه من الحساسيه، لانه هن ما بينشأوا على قواعد معينه، لازم يعني ما في قالب معين لازم تكون فيه الانثى لتكون انثى، يعني الانثى اذا ما بكيت عند هذا الموقف بتبطل انثى، وخصوصي هذا الشيء بنشوفه مع الاقران حتى، مو بس مع الأسرة، يعني أحياناً البنت بالمدرسة إذا ما زعجها إنه رسبت بتصير من وراء رفقاتها بتصير تبكي إنه إيه هن تضايق وأنا لازم أتضايق مثلهم، أو منلاقيها أكثر شيء للأفلام أو المسلسلات اللي عم بيشوفوها المراهقين بيتأثروا بهاي القصص فبيصيروا حساسين زيادة، فالأنثى عندها هذا الاستعداد فهي فوراً بتميل باتجاه الحساسية، بدها دمعية زيادة تماما. يعني استاذ اريش شكرا لانك عبرتي لنا عن هذا الموضوع الله وبريتي لنا الشباب انه نحن ما بنلقى زيادة، ما قلت لك اهلي كنتوا تقبلوا هذا الواقع، احنا ما حنا حل ثاني، عليكم التسليم والاستسلام. لا نحن لازم نستوعب الحالة بالاخر اكيد. بدي اروح شوي لموضوع القواعد او مقومات بناء علاقة صحيحة، علاقة حب اليوم، بعيدا عن العلاقة العاطفية كشركاء، أيضا بالعمل، الأصدقاء، الأسرة، اليوم نحن كيف منقوم هي العلاقة بعد مرحلة الطفولة وبعد ما يمكن تعرضنا لتشوهات بموضوع التعبير عن الحب أو إلى ما هنالك، وأخذنا شوية تفاصيل منا صحيحة. أنا بمرحلة صرت بالغ راشد واعي، بحاجة إني أخوض معارف وعلاقات وحب الأشخاص بمحيطي. أول شيء أنا أسأل حالي أنا شو شعوري تجاه هذا الشخص، أنا ما في داعي إني أنا كل يوم كذب عليه إني أنا كثير بوده أو بعزه أو وما إلى هنالك، لا كثير مهم أنا أكون واضح بمشاعري تجاه هذا الشخص، هل أنا عن جد بحبه بطريقة صادقة أو أنا بالنسبة لي هو ما بيعني لي. هلا فكرة ما بيعني لي ما بتعني أنا أجرح فيه على الطالعة والنازلة، وإنما التزم بحدود الاحترام والمودة فقط، أنا ما أجبر حالي على إنه أنا لازم يوميا أقعد أنا وفلان اتحدث ثلاث ساعات لانه انا لازم اعبر له اني انا بحبه مع اني انا ماني طايقه اشوفه، وكثير هاي بنشوفها ببيئه العمل، فكثير مهم نحن اول شيء نختبر مشاعرنا، نكون واثقين نحن شو حاسين تجاه هدول الاشخاص. انا ببيئه انا بشله رفقات بس انا في واحد منهم ما بطيق اشوفه، انا كل يوم لازم انزل معه، كل يوم لازم هيك سم بدني وسايره ومدري شو، فهي القصص كلياتها يعني بتشوه صورة الحب وبتخليني أنا أتعب والطرف الثاني يتعب. ثاني شيء وأهم مقوم لازم يكون موجود هو الثقة المتبادلة. كثير مهم يكون في ثقة متبادلة بيناتنا كشركاء أو كأصدقاء أو حتى كعائلة، لحتى نقدر نقول إنه نحن عم نحط حجر أساس متين لهي العلاقة أو لهذا الحب اللي عم نتبادله. كمان يكون في عنا مهارات التواصل تكون على مستوى جيد للعلاقة اللي نحن فيها. أنا أقدر أسمع بشكل سليم، أقدر أتفاعل بشكل سليم، أتعلم كيف أتجاوب مع الشخص، شو عم يحكي، شو عم بيقلي، شو بدي أقله، شو بدي جاوبه، ورجيه عني عم بهتم.
ومثل ما ذكرنا السلوكيات اللي بتعبر عن الاهتمام والرعاية، أنا ما بكفي ضل أقول للشخص الصبح والمساء وبعد الظهر والمساء بحبك يعني خلاص جمال تعبر يمكن غير نحن نعمل سلوكيات نعبر فيها عن هاي المحبة. في جلي للماما بقوم بجلي لها، في حاجات معينة عند الشريك أنا بساعده لبي له إياها، بالعمل أنا بدي أعبر للشخص إن أنا بحبه، ممكن يكون عنده تاسكات إضافية أو مهام إضافية أنا فيني ساعده إني خلصها، فهي كل السلوكيات بتعبر عن إني أنا بحب هذا الشخص. تمام. فهي هي أهم مقومات اللي رح تخلينا شوي شوي نحن نقدر يعني مثل ما قلنا نعطي نقدم هاي المشاعر الإيجابية بطريقة ملموسة. تمام. طيب أريج بدي يروح لنقطة ما بعرف قديش ممكن تكون قريبة أو بعيدة من إطار الحوار لليوم، ولكن كيف فينا، حسيت انه هذا السؤال جدير انه يطرح اليوم لانه للاسف عم نشوف حاله الانحراف واضحه جدا بالمجتمع، كيف فينا نعلم اطفالنا يلي هن بعدهم عم يكبروا وبعدهم عم يوعوا بانه نحن لازم نحب الناس اللي حوالينا ولازم نحب رفقاتنا سواء كانوا ذكور او اناث، ونوعيهم لما يروحوا بافكارهم لخليني اقول لك طريق الانحراف، لا نحن بنحبهم كصديق ما منحب بطريقة تانية. بعض الأطفال هن مو واعيين كفاية لهذا الجانب، فضروري موضوع التوعية بهذا الشيء إنه لا، هي رفيقتك بتحبيها كرفيقة، هذا رفيقك بتحبه كرفيق، قديه مهمة هي النقطة. هلا للأسف نحن اليوم بإطار الأسرة ما عم بيكون في هذا الحوار أصلا قائم، هذا الشيء عم نتركه للمسلسلات وللأفلام وللأشياء اللي عم بيشوفوها، فحوار قائم بين الأسرة، تعرف الطفل أصلا بحدوده وبعلاقاته كيف لازم تبنى وشو الشيء الإيجابي وشو الشيء السلبي بهاي العلاقات، نحن للأسف هذا الشيء كتير ضعيف. لما عم يطلع الولد أصلا من الأسرة عم بيروح للمدرسة فلسه عم بيكون وضع كارثي بصراحة أكثر، ما عم بيكون بالمدرسة هاي التوجيهات 100%، ما عم بيكون في هاي التوجيهات أو ما عم بيكون في فينا نقول هاي الحصص المعينة اللي يكون فيها هاي المواضيع مطروحة ضمن المدارس. وإذا كانت للأسف يعني هلا شوي بيزعلوا منا المرشدين النفسيين، عم بتكون من باب التوبيخ أو من باب التخويف. صحيح. إنه إحنا إذا صار هيك نحن بنوجه كتاب لأهلك، نحن بنطلب أهلك نفصلك، ما بتكون باب التوعية 100%. فملاقي مفهوم الحب آخر شيء عم يكون كتير ضيق عند أطفالنا، لأنه عم ينترك للأشياء اللي هنا عم يحضروها على الإنترنت اللي هي يعني واسعه، وهي احيانا كثير بحاجه شرح وتفسير، يعني ممكن يكون الهدف نبيل ولكن هي بحاجه تفسير لتتلائم مع تفكير هذا الطفل الصغير، بس هذا الشرح عم بيكون غايب، فبيكون في حلقه مفقوده بين الجهتين، فبنلاقي افكار الطفل عم تنحرف بحسب يعني بحسب ما هو عم بيشوفها ويتلقاها او يقراها دماغه، فعم بتكون كثير بعيده عن الاشياء او القيم اللي هي موجوده. وللاسف اليوم يمكن نتيجه ضغوط الحياه فحتى زراعه هاي القيم بالاطفال كثير تراجعت عن قبل، يعني ما عم بيكون في دور واضح للاهل يقدروا يزرعوا فيهم هاي القيم الإيجابية، إنه أنا إنه الحب هو كيف لازم لما أكبر أنا، حتى أنا كيف بعبر عن الحب، شو يعني أصلاً فكرة الشريك، شو إطار العلاقات المسموحة اجتماعياً، شو إطار العلاقات المحرمة اجتماعياً دينياً، هذا القصص كلها عم بتكون غايبة يمكن نتيجة الضغوطات اللي عم بتكون موجودة، فبالتالي عم ينشأ عنا أشخاص أو أطفال عم يكبروا على أفكار ما مغلوطة ما أنا صحيحة، عم نعاني منها اليوم للأسف. تماماً. ريجي يعني هيك بالختام إذا بدنا نقول لو كانت الحياة بلا حب كيف ممكن تكون، هذا على الصعيد الشخصي، وإذا علمياً في وجهة نظر كيف ممكن تكون؟ هلا الحياة بلا حب يعني ما في نكهات، نحن مثل ما قلنا بالنهاية هاي المشاعر وهذه المحفزات ضمن يعني اذا بدنا نفسرها مثل ما قلت علميا ضمن الجسم، فهي عم بتكون غائبه. تخيل ان انت ما في دوبامين بجسمك، ما في شعور بالسعاده، فبالتالي كثير حياتك باهته كئيبه روتينيه ابيض واسود، فبالتالي هي ما فيها الوان. يعني الحب رغم انه فيه مصاعب فيه تحديات فيه مشاكل، يعني انا بحب اهلي بس انا مو دائما قادره اتفق انا معهم بنفس ارائهم بنفس سلوكياتهم او بنفس نمط الحياه اللي هن اخذينه، ولكن انا بحبهم. حتى هذا الاختلاف لما نحن عم يعني الحب بخلينا نحترمه اكثر، فبيخلي الحياه عم بتكون اسلس. صحيح. بين الشريكين في كثير مواقف بيكون يعني بتكون العلاقه عم تمر بتحدي معين او مثل ما فينا نسميه مطب معين، اخر شيء بتجي البنت بتقول بس انا بحبه ما بدي استغني عنه، او الشاب بيقول لك انا بحبها كرماله رح اعمل كذا، فالحب هو عم بيخلي القصص شوي ببعض المراحل تصير اسلس اسهل، عم بيكون هيك دافع قوي لانه في امور تنجح لبعدين. نفس الشيء بين يعني في كثير حالات مرقت معنا لما اطفال او حتى بالغين ومراهقين
بيكونوا موصلين لمرحله شديده من الكآبه، ممكن بده هذا الشخص ينتحر. لما بيلاقي بيئه داعمه تحتضنه وتحبه، بيئه امنه تخليه يعبر عن مشاعره، تشعره بهذا الحب، تشعره بتلبي احتياجاته، تشعره باهميته، فبنلاقي هذا الشخص رجع كسب حياته. وهذا الشيء كثير عظيم انه بطل ما عاد بده ينتحر لانه هو اخذ هذا الحب الموجود. فالحب دائما هو عم بيكون دافع كثير اساسي لخلينا نستمر، لخلينا هيك مضوايين عم نلمع مبسوطين. غيابه كثير بيأثر سواء جسديا لانه في شيء حلقه ناقصه حتكون موجوده، وحتى الصعيد النفسي والاجتماعي هو كمان حلقه ناقصه. اكيد يعني ان شاء الله يكونوا كل اللي سمعونا استفادوا من هالمعلومات وما يوفروا اي لحظه، يعني يستغلوا دائما الفرصه ليعبروا عن حبهم ويقولوا بحبك للشخص يلي حواليهم، وعن جد ممتنين لوجوده بحياتهم. شكرا لك، وبهالمناسبه نحن كثير بنحبك وبننبسط دائما بوجودك معنا. وانا كثير بحبكم كثير وبنبسط بوجودكم والله. دخيل قلبك، نورتينا لليوم. شكرا لوقتك معنا اريج الرز، اختصاصيه اجتماعيه. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا، نورتينا وكل الشكر لك.